انطلاق المنتدى الاستثماري الاقتصادي المصري القطري بحضور وزيري التجارة والصناعة في مصر المهندس أحمد سمير، وفي قطر محمد بن حمد آل ثاني، وأيضا حضور النائب محمد أبو العين وكيل مجلس النواب، والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، وطبعا الحديث حول تعزيز التعاون بين مصر وقطر وتقديم الدعم لي الجانب القطري ورجال الأعمال والمستثمرين القطريين في مصر وتوسيع المجالات الأكثر. حديث أيضا في هذا المنتدى عن حجم الاستثمارات القطرية، وتحدث النائب محمد أمين عن الشعب القطري وأيضا الأفاق الجديدة الخاصة بالاستثمارات القطرية في مصر. كلم على السوق المصري وأنه السوق المفتوح أيضا للجميع، ويتمتع كل المستثمرين ومنهم طبعا القطريين بمزايا كبيرة جدا داخل مصر، وأيضا فيما يتعلق بمصر السوق الواعد ومن مصر إلى القارة الإفريقية. نتابع هذا التقرير ثم فصل أخير وأعود لحضراتكم. شهدت القاهرة انطلاق المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بحضور كل من وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ووزير التجارة والصناعة القطرية الشيخ محمد بن حمد بن قاسم الثاني، ووكيلي مجلس النواب المصري النائب محمد أبو العنين والنائب أحمد سعد الدين، ورئيسي اتحاد الغرف التجارية بالبلدين، ومجموعة من رجال الأعمال المصريين والقطريين. لدينا إمكانية لتعزيز هذا التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية. إن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة في السوق المصري، وتسديد كافة العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري في المستقبل القريب. أود في البداية أن أتوجه إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن سعادتي بالمشاركة في المنتدى الاستثماري القطري المصري، والذي يعكس حرصنا المشترك على تعزيز التعاون الثنائي وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير آليات العمل المشترك. أولا احنا بنعتز بالشعب القطري وبنحس انه شعب عربي أصيل، وهو من بيحبونا الحقيقه، يعني في كل اللقاءات اللي بنقعد مع بعض فيها بتحس ان في تبادل في المشاعر مع الشعب القطري العريق، ووجوده عندنا هنا في افكار جديده واستثمارات جديده وتطلعات جديده، اهلا وسهلا بيه في مصر. والسوق المصري زي ما حضرتك عارف سوق كبير جدا ومفتوح، وبيتمتع المستثمر القطري بكل المزايا اللي بيتمتع بها المستثمر المصري كامله، ويقدر من هنا يقدر يصدر إلى أفريقيا ويتمتع بالمزايا اللي موجودة مع اتفاقيات أفريقيا ومع أوروبا ومع أمريكا ومع البلاد العربية. السوق متسع كبير جدا، السوق هايل، وأنا أعتقد أنه المناخ النهاردة أفضل من أي وقت مضى، والإرادة السياسية اللي موجودة اللي بتدعم القطاع الخاص وبتدعم المستثمر المصري والعربي والأجنبي أنه يتواجد هنا ليه فرصة كبيرة. وعايز أقول يا ريت القطريين يفكروا بقى في ترجمة كبيرة لمشروعات ضخمة، ويفكروا زي ما شفنا مثلا المدن الصناعية المتخصصة والمدن الصناعية اللي باسم الدولة، يعني مدينة صناعية قطرية، يفكروا يعملوا مدينة صناعية قطرية مثلا في المنطقة الاقتصادية تتمتع بمزايا خاصة وبقانون خاص وله إرادة خاصة وإدارة خاصة يقدر يشتغل بها. ممكن جدا أنه يفكر أنه هذه المنطقة الصناعية يدعو فيها كل المستثمرين العالم بتكنولوجيا معينة، أصحاب النهى وأصحاب صناعات المستقبل والقيمة المضافة العالية، يتوطنوا في منطقة صناعية ويقدر منها يصدر للعالم ويقدر يبيع للسوق المحلي في مصر. أنا شايف أن في مشروعات ضخمة في مصر ممكن تطرق، يعني البحث عن الذهب في مرسى علم وفي المناطق اللي موجودة في مصر، المشروعات الخاصة بالتعليم وفتح المدارس والجامعات، المشروعات الخاصة بالمستشفيات والجزء الطبي، المشروعات الخاصة بالزراعة، الزراعة الحيوية والزراعة الانتاجية ومشروعات الهيدروجين الأخضر، كل دي مشروعات كلها فيها قيمة مضافة عالية. وأنا أعتقد أنه يعني استكشاف الغاز والبترول، يعني أعتقد
انه الخبرات القطريه والاموال القطريه لها باع كبير قوي في المجالات دي ويقدر يستفيدوا منها في الاراضي المصريه. احنا سعيدين جدا تواجدنا في بلدنا الثاني مصر، وهذه ليست بغريبه على مصر، مصر دائما تستضيف الاشقاء وبيت مصر مفتوح للعرب بشكل عام. احنا ليست اول زياره لنا لجمهوريه مصر العربيه، هذه الزياره الثانيه، الزياره الاولى كانت من خلال رابطة رجال الأعمال واطلعنا على فرص واعدة للاستثمار. أيضا رجال الأعمال القطريين كثير لهم استثمارات في جمهورية مصر العربية، وهذه الزيارة الثانية أيضا مكملة للزيارة الأولى، وأيضا اطلعنا على فرص أخرى، وإحنا متحمسين جدا للاستثمار في 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 مصر. احنا اطلعنا على البنية التحتية الآن ورأينا أنها بنية تحتية جدا مناسبة للمستثمرين القطريين وتضاهي جميع دول متقدمة في جميع دول العالم، وبالتالي أعتقد الجانب القطري سيكون متحمس جدا ومتشجع أنه يشارك في استثمارات مشتركة مع الجانب المصري إن شاء الله. تفعيل اتفاقية التيسير العربي لتنمية تبادلنا التجاري ليس فقط في السلع تمة الصنع، ولكن وهو الأهم في مستلزمات الإنتاج في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الإقليمية، وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا أمس واليوم قبل الغد. زيارة معالي وزير التجارة والصناعة القطري والوفد الكبير المرافق لمعاليه هي رسالة هامة جدا لتطور مناخ الاستثمار في مصر، للفرص المستحدثة اللي مصر بتطرحها، لاهتمام الأشقاء من الجانب الخليجي بصفة عامة والقطري بصفة خاصة. احنا يمكن النهاردة معالي وزير التجارة والصناعة و70 شركة من قطر، يوم 20 معالي وزير التجارة والصناعة السعودي ومع 120 شركة، يوم 22 هناك وفد 250 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي بتنظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. فهي رسالة لا تقبل تأويل عن اهتمام الأشقاء من دول الخليج بالاستثمار في مصر. وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين رجال الأعمال المصريين والقطريين في القطاعات المختلفة مثل القطاع العقاري والزراعي والسياحي والصناعي، الأمر الذي يعد نجاحا كبيرا لتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الصناعي الشامل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية. عاصم الشندويلي لبرنامج على مسؤوليتي.